مساء الخير أحبائي وأعزائي. للأسف الشديد وعاجل جدا، حريق يلتهم الكنيسة بالكامل، كنيسة العذراء في ديروط بأسيوط. قضى على المبنى بأكمله وملحقاته وبالفيديو والصور. قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في إبراشية صنب وديروت أنه بشأن الحريق الذي نشب فجر اليوم السبت بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين والقديس أنبا كاراز بديروت، فإن الحادث جاء نتيجة تسريب من أنبوبة الغاز المستخدمة في عمل القربان. وأضافت الكنيسة في بيان السبت أن الحريق وقع في حوالي الساعة 4 صباح اليوم، وأنهى الحريق على الكنيسة وملحقتها بالكامل، حيث إنها مبنية بالخشب وأيضا الكنيسة الأثرية التي تتكون من حوائط وسقف خشب. وأوضحت الكنيسة أنه تم إبلاغ الجهات المختصة وأسرعت على الفور سيارات الحماية المدنية والإسعاف وأجهزة الأمن، بدأ الجميع في عمله. وأشار البيان إلى أنه لم تحدث أي خسائر لا في الأرواح ولا في المنازل أو المدارس المجاورة للكنيسة، مشيدا بالجهود التي بذلتها أجهزة الحماية المدنية والمواطنين المجاورين للكنيسة مسلمين ومسيحيين. وكل الشكر وكل التقدير لمصرنا الحبيبة، لمصرنا العزيزة، ورحم الله أيضا كل ما حدث، ونشكر الله على أنه لا توجد هناك خسائر بشرية. حريق يلتهم محتويات كنيسة الأنبا كاراز بمركز ديروت في أسيوط. أيضا سيطرت قوات الحماية المدنية محافظة أسيوط اليوم السبت على حريق اندلع داخل كنيسة الأنبا كاراز بعزبة حنة بمركز ديروت دون وقوع خسائر بشرية. وتلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروت يفيد وقوع بلاغ من النجدة بوقوع حريق بكنيسة من البقراس بعزبة حنة دائرة المركز. وعلى الفوق انتقل إلى الموقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في كنيسة أنبا كاراز بعزبة حنة. وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المناطق المجاورة. وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق نتيجة تسريب غاز داخل الكنيسة دون وقوع خسائر بشرية، بينما التهمت النيران محتويات الأساس بالكنيسة. وحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة ومعرفة الحقيقة الكاملة. يا ماس كهربائي يا تسريب غاز، وده الطبيعي اللي بيحصل، وصور لملحقات الحريق بالكامل. كل الشكر والحب والتقدير. مساء الخير أحبائي وأعزائي. وليد إسماعيل يكفر المسيحيين، تهنئتهم بأعيادهم حرام. الإخوة المسلمين هيش عيد فصح مجيد. أما الموسيقار خالد حماد دول أهلنا واخواتنا، وكل عام وهم بخير اللي في الكنيسه اخواتي. يواصل الشيخ التكفيري وليد اسماعيل دعوته بانه لا يجوز تهنئه المسيحيين باعيادهم، واصفا اياهم بالكفار في تحريض صريح ضدهم وفي مخالفه لمبادئ الدوله المدنيه. وكتب اسماعيل عبر حسابه على تويتر: كل من يبارك ويهنئ النصارى باعيادهم الدينيه فهو سبب في استمرار ضلالهم عن طريق الحق. وبعدها استقبل إسماعيل الكثير من التعليقات التي من المؤكد أنها أصابته بالإحباط، حيث رفض إخوة المسلمين دعوته وراحوا يتقدمون بالتهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد. وفيما يلي تعليقاتهم: فارس الشهابي هش 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 فصح مجيد وقيامة مباركة لسيدنا المسيح عليه السلام. الدكتورة نسير تويتا: كل عيد توكل على الله، محدش فاضي لكلامكم أصلا، وكل سنة وهم طيبين، وربنا يديم المحبة بين مسلمين ومسيحيين مصر ليوم الدين، ويجعلنا في رباط إلى يوم الدين. أمل مصر السعودية دي نجح حمادي بلدي، واللي في الكنيسة دول إخواتي، كل سنة وإخواتنا بخير، عيد قيامة مجيد لكل المصريين. الكاتب الليبرالي أحمد عرفات وليد إسماعيل كتب الكلمتين دول على حسابه في تويتر. المهم كل وأغلب التعليقات كانت تهنئة من مسلمين وكلام جميل ولطيف عن مشاركتهم لأصحابهم المسيحيين أعيادهم ومناسبتهم، ومسحوا بالأرض حرفيا عشان يتعلم يكون إنسان
عاش ليكم وبالشفا يا اسماعيل. محمود شارع 30 مارس بنجع حمادي، يجمع بين الكنيسة والمسجد ومن العلامات البارزة ولنا فيه الكثير من الذكريات الجميلة. تجد هناك الإخوة أو الأخوة والمحبة تجمع بين الجميع ولا تفرق بين ذاك وهذا. كل سنة وأنتم طيبين إخوتنا المسلمين بكل صحة وسعادة. كل سنة وأنتم طيبين إخوتنا المسيحيين بكل صحة وسعادة. عيد قيامة كل سنة وأصدقائي من كل الأديان بخير وسلامة وطمأنين. أم محمد وعبد الحميد كل سنة وهم طيبين. الموسيقار خالد حماد كل عام وكل إخواتنا المسيحيين بخير. الباحث والمفكر سامح عسكر راجع نفسك يا شيخ وليد، الموضوع مش مستاهل هذه القضية وهذا التعصب الرهيب. الرئيس والأزهر والإفتاء وآلاف من الشيوخ والأجلاء بيهنوا عادي، والقرآن أمرنا بالبر والإحسان لغير المسلمين. يعني الموضوع فيه خلاف وأدلة معتبرة تقول بالجواز، ولو وضعتها مع أدلة التحريم وفكرت بطريقة جديدة واثق إنك هتغير رأيك. محمد تغريداتك هذه سوف تحدث جدلا واسعا عن العلم بأن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم من باب المجاملة وحسن الجوار ليس بحرام لعدم وجود نص قرآني لكم دينكم ولي ديني، وقولوا للناس حسنا. عمر نعنق يا رب يجعل ايامهم فرح. اقول لك عن حاجه والله حصلت معايا من 10 ايام، انا مدمن قهوه، اتاخرت في الشغل للساعه 4 وفضل معايا عم مجدي، وتعبت في الطريق وقعدت في الشارع فضل معايا، وكان عايز يروح معايا البيت، ورن عليا بعد الفطار. طب ده لو ما قلتلوش كل سنه وانت طيب، اقول لمين؟ كل سنه وهم طيبين. ريم وقال يجوز أن تغرد من موقع تويتر لعلمك صاحبة نصراني والعياذ بالله. مو ياسين كل سنة وإخواتي حبايبي المسيحيين بخير وسعادة وسلام. إيمان سامي ياه أنا أهني أعياد إخواتنا المسيحيين، دي بتخليني من جوه فرحان. أنا يا ستي أعيدهم من السنة للسنة عشان أعيد عليهم حضرتك والشماتة وقلة الأدب اللي أنت فيها دي. إخواتنا وأصدقائنا المسلمين بيعيدوا علينا بكل الحب، شفت كل الردود عليه من مصريين ومن دول مجاورة وعرب بصراحة. هذا آخر عظمة والواحد فرح قوي، وأنا لو مكانه كنت دفنت نفسي. طيب أنا أحكي حكاية، إن أنا ماما متوفية من سنتين وكنت عايزة أعمل حاجة العيد الحلويات، وأنا معرفش، فسألت واحدة من الجيران غير المسيحية، المهم ساعدتني فعلا. بس يوم العيد وأول مرة تعمل كده رفضت إنها تاخد مني شيء من الحاجات العيد، وقالت لي أنا بحبك بس أنا إن الشيخ قال لي حرام تاخدي من نصارى حاجة في العيد، علشان كده معناه إني مصدقين في كلامهم اللي هو غير كلامنا الإسلامي. أنا ما زعلتش خالص منها، أنا زعلت علشان الناس دي بتفرق بينا بتفرق بينا. للعلم ان الست دي انسانه طيبه بس مش متعلمه، واللي بيقولوا لها الشيوخ بتعمله. سامي فاروق المعايده على الناس لا تعني بالضروره حتميه الايمان بما يؤمنه، انما هي من قبيل المجاملات الاجتماعيه الراقيه والتعامل بذوق وشياكه مع الاخرين، وهكذا تستمر الحياه ببساطه ومحبه وفي ورقي واخاء. مصر جميله بناسها الحلوين. كل سنه وانتم طيبين. كل أصحاب المسلمين عيدوا علينا بمنتهى المحبة، حقيقي إحنا محظوظين إن دينا ناس حلوة بتعرف المحبة برغم الاختلاف. كل التعليقات وكل اللايكات، ويا رب نتمنى مصر دايما تكون بخير وسعادة وكل حب وكل صدق، ويا ريت ما يبقاش فيه اضطهاد وتعصب لا داعي له من أي شيء. كل الأمل لمصرنا الحبيبة، مصر الأمل، مصر الحب، مصر هي كل حاجة حلوة بقيادة رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبصلوات غض القداسة البابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المرقسية. ولا تصدقوا أي أحد إن قال لكم أحد أن هناك عداوة بيننا وبين أي إخوة لنا. المسيحيين والمسلمين أخوة، لهم أب واحد أبونا آدم وأمنا حواء، أم واحدة. كل الحب وكل التقدير وكل السلام لكل إخوتنا المسلمين
ونحن نعشق جميع إخوتنا، وإن كان هناك بعض البغضاء والسفهاء فلن يكون لنا أذن لنسمع هؤلاء السفهاء، بل لأننا رأينا المحبة في عيون إخوتنا المسلمين، والكل يعيد علينا كل الحب وكل التقدير، ونشكر وطننا الحبيب التي تفتح ذراعها لجميع اللاجئين. أحبائي وأعزائي، أشكركم على محبتكم، ويا رب تكون دايما بخير وسعادة وسلام. يا رب مصر دايما تكون أم الدنيا، وهي بالفعل أم الدنيا وأم البلاد كلها. ما تنسوش، لو عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك في القناة وتعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة، مع حبي واعتزازي لكل إخواتي، وشكرا ليكم وكل محبتكم.